يا مساء الفل. في الفيديو ده انا طالع اكلمك عن خطوات الغاء التكليف، فلو انت من الناس المهتمة بالغاء التكليف حاول تكمل معايا الفيديو لحد الاخر. اكتر سؤال اتسألته الفترة اللي فاتت عن اجراءات الغاء التكليف، وبحكم خبرتي المتواضعة كل سنة 40% من الدفعة بتعمل الغاء للتكليف. ايه السبب ده؟ السبب لاكتر ان اغلبنا لما بنقدم بننخدع بسبب مجموعنا ممكن يكون عادي او متوسط، ولاقي نفسي رحت مكان بعيد جدا. انا فاكر ان انا جالي اسوان وانا اصلا من اسكندرية، فبالنسبة لي كان الموضوع اصلا يعني في كده صدمة، انا ازاي هروح اسوان وهروح كل يوم، او المفروض المعتاد ان الحضور بتاعك يكون كل يوم. فده كان بالنسبة لي في الاول انا متخيل ده، فعملت ايه؟ عملت الغاء للتكليف وريحت بالي على طول. فلو انت من الناس اللي هي نفس التفكير او بيفكر ان هو عايز يبيلد كارير في حاجة اقوى او حاجة مختلفة تماما عن مجال وزارة الصحة وشغل التكليف، اول خطوة انت هتعملها عندك خطوات الغاء التكليف معتمدة على وضعين. الوضع الاولاني اللي احنا فيه حاليا، وهو انك لو لسه ما استلمتش تكليفك ولسه متعرفش اي حاجة ولقيت نفسك جايلك مكان انت مش حابب ان انت تكمل فيه وما عندكش اوبشن غير انك تعمل الغاء للتكليف. الخطوة الاولانية، ودي نصيحة مهمة جدا لان انا كنت بشوف كلام كتير الفترة اللي فاتت، هو انك ما تستلمش نهائي في الوحدة دي. اوعى تستلم، نصيحة فعلا ليك، اوعى تستلم تكليفك في المكان ده. طب ليه اوعى تستلم؟ لان انت لو استلمت هيبقى فكرة الغاء التكليف خطوة مختلفة تماما، وممكن الموضوع كاجراءات يبقى اصعب شوية. اسهل طريقة انك تعمل فيها الغاء التكليف الفترة اللي انت بعد ما بيتم الاعلان عن نتيجة التكليف عموما، وبعد ما بنخلص مرحلة التظلمات والمفروض ان انت بتروح تستلم. عندك حاجة، يا تروح تستلم يا تروح تعمل الغاء عادي في ادارة التكليف في القاهرة. ولكن في خطوة قبل ما بتروح تعمل الغاء في ادارة التكليف، وهي انك لازم تعمل اخلاء طرف وتثبت ان انت ما استلمتش في الوحدة بتاعتك. طيب ليه ده؟ ليه؟ عشان يثبت ان انت معلكش اي جزاءات، معلكش اي فلوس للوزارة، معلكش اي مسؤوليات، فتقدر ان انت من خلال الورقة دي تكمل اجراءات التكليف بتاعك. طيب ورقة الاخلة دي بجيبها منين؟ بجيبها من وزارة الصحة في المانيال في القاهرة. تمام كده؟ يبقى الفكرة كلها انك لو انت لسه واحد زي كده، اول ما بيتم الاعلان عن نتيجة الرغبات بتاعته وبعد ما بيتم النتيجة منتش حابب تكمل وشايف ان الوضع بالنسبة لك هيبقى صعب تنفيذه، بتعمل اخلاء طرف من وزارة الصحة في المانيال، وبعد كده بتاخد الورقة دي وتطلع بيها على ادارة التكليف في القاهرة، وطبعا احنا كلنا عارفين العنوان بتاعها، وبنقدم باقي الورق بتاعنا. طب ايه هو باقي الورق بتاعنا؟ هو ورق عادي جدا، شهادة الكلية، شهادة التخرج يعني، وورقة البطاقة، كارنيه النقابة، والبطاقة الشخصية، الورق العادي الروتيني بتاعنا اللي هو اللي انت بتقدمه اصلا لو في الاستلام. هو الفكرة كلها معتمدة على ورقة الاخلاء او ورقة اخلاء الطرف دي، وعرفنا ان احنا بنجيبها ازاي. ممكن برضو عشان الموضوع ما يبقاش وردي قوي، ممكن الموضوع يبقى صعب شوية، يقولك لازم تروح المكان اللي انت تم توزيعك ليه وتعمل الورقة دي من هناك. انا من الناس الحمد لله كان في توفيق وعرفت اطلعها من المانيال. لو حصل معاك لا قدر الله الموضوع صعب، هتضطر ان انت تروح للجهة التابع ليها تكليفك وتطلب منهم ورقة اثبات اخلاء طرف ان انت فعليا ما استلمتش وعايز تعمل الغاء التكليف. ده في الخطوة الأولانية. في طبعا كلام تاني بشوفه متداول، وهو انك تستلم وبعد كده تجرب التكليف. والله لو الموضوع صعب وانت اصلا الموضوع مش جاي معاك، بعد كده تقدم عادي على الخطوات الغاء التكليف وتلغي التكليف بتاعك. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ الكلام ده بيتم من خلال انك بتروح، لو انت في جهة تابعة للمديرية، بتروح المديرية نفسها، على افتراض ان التكليف بتاعك جالك في اسكندريه تابع لمديريه، فبتروح مديريه شؤون الصحيه في اسكندريه وتعمل طلب الغاء تكليفك، وبتكتب السبب، مثلا سبب ان انت مسافر، مش لازم يكون سبب ترو، بس المهم ان انت لازم تكتب سبب، وبيعملوا لك الاجراءات بتاعتك، بيشوفوا هل عليك جزاءات، عليك اي مسؤوليات،
لو الموضوع ده تمام بتكمل اجراءات الالغاء بشكل طبيعي ونورمال. الفكرة كلها معتمدة زي ما قلت لكم على خطوة الغاء الطرف او اخلاء الطرف. الخطوة دي مهمة جدا، الموضوع بيبقى سهل طبعا في البداية عكس ما لما بتستلم بيبقى الموضوع اصعب لان بيكون عليك مسؤوليات والتزامات. فلو انت الدنيا تمام ممكن يكون واحد استلم وطلع عليه ان هو غاب مرة او مرتين فتحول لتحقيق او عليه جزاءات، الجزاءات دي لازم تتسدد الاول وبعد كده بتقدم على خطوة الغاء التكليف، ما فيش اي مشكلة. نصيحة للجميع، أتمنى فعلا في الفترة الحالية وإن الموضوع دايناميك جدا، موضوع مش ستيبل خالص بالمرة، إحنا ما نعرفش الفترة اللي جاية هيحصل إيه، وحاليا أنا سامع إن في كوفيد ويف تالتة دخل عليها العالم كله، فالموضوع فعلا مش ستيبل بالمرة إن أنت تفرط في التكليف بتاعك. وكنت نصحت الناس اللي اتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده ان انت ممكن اصلا تستنى، يعني انت ممكن بعد ما بيجي التكليف بتاعك ويتم الاعلان عنه تقعد فترة ما تستلمش، وانا لو افضل هذه التفكير عكس ان انت تتسرع وتعمل خطوة الغاء التكليف، لان خطوة الغاء التكليف صعب ان انت ترجع فيها، انما لو انت ما استلمتش سهل ان انت تستلم في اي وقت، وسهل برضو ان انت تعمل الغاء التكليف. عكس لو تسرعنا زي ما انا عملت، وانا عايز اقول لكم ان انا حاليا بحاول اراجع التكليف بتاعي. فنصيحة للجميع، حاول ان انت تصبر على التكليف بتاعك ايا يكن المكان جالك فين، كمل واستلم مفيش مشكلة. واتكلمنا على طبيعة الفرق ما بين انك تشتغل ايام بسيطة وعن حجم الشغل او ضغط الشغل نفسه، فممكن تلاقي في اماكن النائية كمان الاماكن دي ميزتها ان انت ممكن تروح مرتين او 3 مرات، وده حاجة كويسة جدا. وهتلاقوا في الاي شرح طبيعة الشغل بشكل عام، لو انت لسه ما شفتوش نصيحة اتفرج عليه لان هتفهم طبيعة شغلك عموما في التكليف عامل ازاي وفترة التكليف وبعد كده التعيين وازاي تعمل انتداب. بشكل عام التكليف خطوة مهمة، التكليف فعلا بيفرق وبيميز الصيادلة عن أي حد تاني. دلوقتي احنا شايفين ان الصيادلة حقهم بسبب مشاكل كتير حقنا ضايع، بتلاقي أي حد ممكن يؤدي دور الصيدلي عكس حاجة واحدة لحد دلوقتي الحمد لله هي محدش يقدر يجي جنبها، وهو التكليف بتاعنا ان محدش يقدر يقوم بمهام التكليف. فدي حاجة محدش يحاول يفرط فيها، أتمنى إن أنتوا تتمسكوا فعلا بالتكليف بتاعكم. أنا طالع في أتكلم عن خطوات الإلغاء لأن طبعا مش كل الناس زي بعض، دورنا إن احنا ننصح وكل واحد بيختلف على حسب طبعا حياته والتزاماته. بالتوفيق ليكم، ولو في أي حاجة عايزين تسألوا فيها برضو اسألوني في أي وقت. أشوفكم في الفيديو اللي جاي، وما تنسوش تدعموا القناة باشتراككم لأن فعلا القناة احنا بنحاول نقدم حاجات علمية محترمة تليق بيكم كلكم، وإن شاء الله الفترة الجاية نعمل حاجة كده كبروجكت، أتمنى إن انتوا تستفادوا يعني معانا الفترة الجاية. بالتوفيق وأشوفكم في الفيديو اللي جاي. مساء الفل عليكم.